البلاد وحماية وحدتنا الترابية التي لن ندخر جهدا في الدفاع عنها وعن كل ثوابتنا. أنا جد سعيدة مشاركتي في حفل تكريم الرواد للسينما المغربية وبلقاء الجمهور ديال مدينة الرباط، الجمهور الأول الفني الثقافي، وكنتمنى من الله نكون حسن كل المغاربة وتقديم كل ما هو رسالة يعني فنية هادفة بالنسبة للمجال الفني الغنائي خاصة. بالنسبة للجديد ديالي إن شاء الله كاين أفكار، بحكم أن انغماسي الفني كله مهتم بالتراث المغربي كافة، وغادي نحاول إن شاء الله تكون مفاجآت ماشي فقط الطرب الحساني، غادي نفتح على مجموعة ديال الألوان أخرى، منها الأمازيغية، منها الغرناطي، منها الملحون. ما كنبقيش جمهور واحد، أنا كنبغي إرضاء جميع الأذواق، يعني غتكون تجديد في الموسيقى، غادي نحاول نقدموا ما أحسن وما نفسخوش الأغنية المغربية، لأن إحنا كنتكلموا على الثقافة المغربية والموروث الثقافي. كنفضل ما نتكلمش عليه بزاف، ان شاء الله حتى يخرج حصري ودعواتكم. وشكرا لجريدة اصوات على هذا الصف الصحفي القيم، وتحيه الجمهور الكريم. تحياتي نغم. رمية اصوات على هذه الفرصه اللي عطاتني باش نجيب واحد الكلمه في حق رواد المسرح المغربي وعلى رأسهم السي محمد الناجي، اللي اليوم كان لي الشرف أنني نحتفل بتكريمهم ولو أنهم كيستاهلوا الكثير الكثير، وهذا يعني شيء كيفرحني لأنني من بعد العودة شاركت معهم، من قبل كنت شاركت معهم في افتتاح الأوبرا، وكانت ديك الساعة في عمري شي 16-17 سنة. كنا مشينا وفد مغربي طبعا، وكانوا فيه ممثلين مسرحيين ممثلين تلفزيونيين وفنانين طبعا، وكان اللي كيشرف على العمل اللي هو ملحمة العهد سي حسن الجندي الله يرحمه ويسعد ليه في هذا النهار حتى هو. فطبعا اليوم كنحتفلوا بهاد الناس هادو، وكنتمنى يكونوا تكريمات يعني في المستوى لهاد الناس الرواد، سواء في ميدان الفن يعني الغناء او التمثيل او المسرح، لان هاد الناس كيعطيو يعني من دمهم وكيعطيو من وطنيتهم ومن يعني من وقتهم باش يمثلوا المغرب في احسن صوره. هي انا في بصدد تحضير يعني مجموعه من الاعمال، هي اعمال وطنيه منها اللي مع الاطفال، منها اعمال وطنيه اللي هي كتغنى بلادنا بانجازاتنا، انجازات اللي دارها سيدنا محمد السادس الله ينصرو واللي كنحييه من هذا المنبر. وهناك اغاني اللي كتمزج ما بين الزمن الجميل اللي هو الطرب المغربي الاصيل والغناء والفن الشبابي اللي هو يعني صورة جميلة وصورة لائقة. بالتذكار وبالتكريم بإدارة المهرجان. منبر شكرا على الاستضافة من منبر أصوات، من خلاله غادي نتكلم مع الجمهور اللي كيعرف هذا عبد الضعيف بعض الأعمال. اللي بغيت نقول أن هذه البادرة ديال الاعتراف، ثقافة الاعتراف اللي ولينا كنمشيوها في المجتمع المدني، وبدات تعترف بعض الرموز، وهذا شيء جميل، لأنه بيني وبينك اللي ما عنده تاريخ ما عنده حاضر ولا عنده مستقبل، ما يمكنش يكون هذا الميدان هذا جا ونزل من السماء أبدا. هناك ناس وناس فكروا فيه، فيهم سياسي، فيهم مثقفون، فيهم تجار، فيهم عمال، بدا كهواية من بعد ولا كاحتراف. جينا حنا كنا الطريق المسلم مع هذوك الرباط اللي جينا حداهم، حنا كنتسناو جيل القنطار. وما ننساش بأنه هذه أول دورة اللي كرموا واحد الأستاذ عزيز علينا، ألا وهو صادق حاتم، رجل بقلب كبير، لا
هو ولا رفيقكم في الدرب رحمه الله جميعا السير عربي الدبلي، ما ننساش الفقير الزراق، ما ننساش الشيخ عبد الكرور، ولهي لائحه طويله الله يرحم الناس وحوت حبيبه كلهم هذا الناس هذو علمونا شي حوايج، علمونا شنو هو الاخلاق، شنو هي المحبه، شنو هو الفن الرفيع، مش الفن المبتدئ، ما الفن الرفيع، الفن الراقي. وشكون اللي نقلبهم وتعلمنا معاهم الدراما والتعامل مع الميكرو، وشكرا لهم جزيلا. وما ننساش استاذي كذلك المرحوم سعد الطيب، وما ننساش هذه المؤسسه اللي قضيت فيها عمري تقبل التقاعد، شكرا جزيلا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.